أما هلأ نيرمين وصلنا لمحطتنا الأخيرة، ودائما برحلاتنا الصباحية للفن والموسيقى حصة برحلاتنا حصة كتير كبيرة، رغم كل الظروف والصعاب اللي مرينا فيها، لكن الموسيقى السورية مستمرة على مختلف أنواعها بالمحافظات السورية وبدمشق. اليوم رح نحكي عن أمسية ألحان من الشمال رقم 2 مع إدريس مراد، إعلامي ومتابع شرس للموسيقى السورية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. خير، أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. ألحان من الشمال 2، خلينا نحكي عنها أكثر، وشو الاختلاف اللي كان عن النسخة الأولى منها؟ مضمون الألحان من الشمال يعني هو هاي المعزوفات أو المقطوعات أو الألحان، فينا نحكي لمؤلفين من شمال وشمال شرق سوريا. صحيح. يعني أكيد راح يكون في شغلات جديدة دائما بهذا المشروع، طالما يعني المنطقة وخاصة الجزيرة السورية ومنطقة عفرين وغنية، منطقة حلب غنية بالموسيقى بألحانها بثقافتها، فكان من ضروري أنه يعني نلقي الضوء أو نقدم هذا الموسيقى اللي كانت عمليا غائبة عن مسارحنا، اللي كانت غائبة عن الساحة الفنية عموما. يعني كنت دائما عم بحكي أنه يعني المناطق مثلا منطقة الساحل ومنطقة الفرات ومنطقة الجزيرة السورية كانت مظلومة دائما سواء بالإعلام أو حتى على المسرح. فكان أول شيء الهدف، يعني كان الهدف الأساسي من ألحان الشمال هو إلقاء الضوء على ألحان يعني هي فريدة من نوعها حقيقة، في عندها حس خاص، في عندها روح خاص، فكان من الضروري جدا أنه يكون على مسرح دمشق لا سيما مسرح الأوبرا. صحيح. عموما نحن العام الماضي او النسخه السابقه اشتغلنا على موسيقى آلية، يعني نحن المنطقه ككل، يعني سواء كان الموسيقى العربيه او حتى موسيقى المنطقه، تفتقر شيء اسمه الموسيقى الآلية. فانا دائما بصر انه اقدم حتى لو كانت الحان غنائيه بطريقه آلية، اولا لتشجيع المؤلفين انه يكون في شيء اسمه موسيقى آلية صرفة للمنطقة، زائد انه يكون في شيء انه على الاقل انه هاي الالحان تتوثق تترجم، يعني نشوفها. صحيح، حتى لو هذا التوثيق ضروري. نحن بنعرف انه بالحرب قديش تعرضت سوريا والثقافة السورية للسرقة ولل، بس انت حامل هيدا الشيء، يعني انت طبعًا من بدايه استضافتنا لك استاذ ادريس هي مسؤوليه، يعني انت بتحس، بنحس دائما هذا الشيء معك، انه انت بتحس في مسؤوليه كبيره تجاه هيدا الشيء. لما نحكي عن موسيقى الشمال كثير اشتغلت انه تنعرف بجميع انحاء سوريا، لما نحملها للعاصمه دمشق تتقدم على دار الاسد للثقافه والفنون، هي جزئيه كثير مهمه، لانه المنطقه الشماليه غنيه، ولما نسمع هيك بندندن هي الاغاني التراثيه اهلنا بيعرفوها، فواجب علينا نحن نعرفها للاجيال القادمه. هي المسؤوليه دائما معك بتحس فيها، نحن وهي التوثيق كثير مهم، لانه نحن عم نحكي عن استهداف مادي ولا مادي، مو فقط المعالم الاثريه في سوريا خلال الحرب اللي مرينا فيها، وخاصه انه الالات، يعني فينا نحكي انه الالات القديمه. صحيح. السوريه هي حاليا محصوره بمنطقه الجزيره السوريه ومنطقه شمال حلب، فحقيقة هاي يعني كان من الضروري انه نحن بنعرف انه الآلة الطنبور والآلة البزق وحتى الدف الاساسي اللي بينعزف مع هاي الالحان، كان من الضروري انه يكون مع اوركسترا بشكل مدروس. يعني نحن بنعرف انه هي دائما كانت حالات او آلات افرادية بتقدم بالمناسبات وبالاعراس ومع بعض الالحان الغنائية السماعية، ولكن نحن اللي عم نعمله بألحان من الشمال او حتى باغلب نشاطاتي اللي تكون العلاقه بالتراث السوري، دائما نحن عم نحاول نقدمه بطريقه حضاريه اكثر ولا اكثر. صحيح. فمثلا ألحان من الشمال 2 لاول مره رح تقدم آلة الطنبور الاساسيه اللي عمرها الاف السنين، واللي عمليا حافظت على الشكل الى اليوم، يعني بعد محافظه معانا، يعني تقريبا فيك تحكي انه، وخاصه في عنا عازف وحيد اللي حاليا اللي بيعزف بهي الطريقه القديمه. عفوا. فكان من الضروري جدا
انه نقدمه على الاوركسترا. فراح يكون معنا عازف اسمه اكرم نازي من منطقه عفرين، راح يقدم هاي الاله مع لحن ينتمي الى هذا التراث العفريني العظيم مع اوركسترا بتوزيع من الاستاذ بهجت سرور وايضا قياده اوركسترا زي اسعد. فهي المساله كان ضروري، وايضا احنا حاولنا انه او نمزج او نخلط بعض الالات الشعبيه اللي بتعطي روح المنطقه. فمثلا من الالات الارمنيه حاولنا نجيب دودوك، دورت كثير على عازف دودوك، كان في حدا بمنطقه كسب تخيل مش نعرفه للناس، لانه نعم. الناس ما كثير بتعرف شو هو الدودوك. هي اله نفخيه تشبه الناي ولكن تعزف على باسلوب المزمار، يعني بهذا الاسلوب، ولكن صوتها كثير حنون ويعطي روح الموسيقى الارمنيه. فكان من الضروري يكون في هاي الاله موجوده. وايضا جبنا اله اسمها داهول، داهول هي كمان تعطي هذا الروح الارمني. وايضا حاولنا نجيب عازف دف من قامشلي اللي بيعطي روح الكردي، بالاضافه الى اله البزق. والسنه حاولنا نحط بعض الاغاني، يعني يكون في نماذج غنائيه بهذا المشروع، خلافا عن العام الماضي. فعنا المغنيه ماريا، في هويه ثقافيه اقوى. فعنا المغنيه ماريا جيجيان من حلب اللي بتغني نموذج الارمني، وعنا الان مراد اللي بده يقدم من قامشلي نموذج الكردي، وايضا عنا هوفيك جربو اللي بده يقدم النموذج السورياني والمردني. قديش حلو هذا الغنى والتنوع اللي عم تذكره حضرتك، وبيعكس الحاله اللي دائما بنحكي عنها بسوريا عن تعدد وتنوع الثقافات. تمام. خلينا ننتقل لموضوع ثاني، وهو حضرتك مهتم بالتاليف، برصيدك 5 مؤلفات. رح نحكي عن اخر واحد عم تحضر له، هو بتناول حاله توثيقيه للموسيقى السوريه. تمام. خلال ايام الحرب. يمكن خلينا ناخذ تفاصيل عنه اكثر. انا عندي 3 كتب مطبوعين حقيقه. كتاب اول كان باسم كلمه والنغم، هي عبارة عن حوارات مع الموسيقيين الأكاديميين السوريين. يعني بكل في شو بدي اختصاصه. يعني هناك حوار مع مغني أوبرا، وأيضا مع قائد أوركسترا، ومع مغني شرقي، ومع بعض الآلات الموسيقية، بس كلهم أكاديميين حقيقة. طبعا جمعية صدى الثقافية الموسيقية. عفوا انا كثير عم بتاثر بالتكييف، سلامتك. فيك تشرب مي اذا بتحب. فالكتاب الثاني، شكرا. الكتاب الثاني كان بعنوان من عالم الموسيقى الاوركسترا، بحكي فيه عن الاوركسترا وطقس الاوركسترالي، وايضا العازف الاول في الاوركسترا والمايسترو كمان له علاقه بالموسيقى. الكتاب الثالث، طبعا الكتاب الثاني من طباعه وزاره الثقافه، هي عامل الكتاب. الكتاب الثالث كان خارج الصف حقيقة، هو له علاقة بالموسيقى باعتباره له علاقة بالشعر. طبعا كمان هي لأول مرة بتصير، هي من إصدارات وزارة الثقافة، هي عمل الكتاب. هي ترجمة قصائد كردية للشاعر جيجر خوين إلى اللغة العربية من إصدارات وزارة الثقافة. الكتاب الرابع اللي عم بشتغل عليه، أو هو أنجز عمليا، له علاقه بالموسيقى السوريه في زمن الحرب. يعني هي ايضا حاله توثيقيه عم بحكي فيه. مهمه، يعني نحن ما وقفنا موسيقى رغم كل الظروف. تماما هذا اللي حابب احكي عنه. فعم بحكي عن كيانات موسيقيه، فرق، وايضا عن شخصيات كان لهم تاثير خلال هاي الفتره بالموسيقى السوريه، مع بعض التحليل، مع بعض حتى الاعمال الموسيقيه اللي تالفت في خلال هاي الفتره من الزمن. يعني اعمال عدنان فتح الله، عدنان كمال سكيكر، وايضا جوان قرجولي، وكثير كثير من اللي كانوا اللي يشتغلوا بالتاليف خلال فتره كان الحرب. كان في انتاج، كان في كسر، يعني كان في نشاطات ثقافيه موسيقيه. ففي كثير يعني اعمال انجزت، اعمال موسيقيه اليه. بس كمان هي مسؤوليه اليوم، يعني دائما انت هيك بتروح للمكان الحساس، يعني في صعوبه اليوم بالتوثيق لما يكون بالاخير هذا الكتاب مرجعيه، لانه بنعرف قديش التوثيق جزئيه مهمه، وابن البلد اللي وثقه، لانه احيانا بتشوف
بنشوف بعض الاشخاص اللي هنا بيكونوا جايين زياره بيوصفوا بيكون في تضليل او في بعض القصص اللي هي اساسا يا مخبايه يا ما بيحكوها يا بيطرحوها بطريقتهم الخاصه. اليوم لما نحكي عن هذا التوثيق في مسؤوليه في بالحقيقه حتى الكتاب هذا اللي انجز عمليا يعني هو عم ياخذ جانب بجانب ممكن العاصمه اكثر من المحافظات الثانيه. اعتقد راح يكون في اجزاء اخرى يعني اخذ في محافظه حلب وايضا اخذ منطقه الجزيره واخذ كثير من المناطق السوريه. كان من الضروري اول شيء تسليط الضوء على الموسيقى الاكاديميه خلال الحرب، هي كان من الضروري جدا وخاصه ما انتجته معهد العالي للموسيقى باعتبار الكتاب هو بالتعاون مع معهد العالي للموسيقى ووزاره الثقافه. حضرتك دائما متابع للشأن الفني الثقافي بسوريا، نحن فتنا بال 2023 والخطه يمكن بلشت هيك تنوضع لملامح العمل الجديد، خلينا نحكي عن تحضيرات عم تكون قريبه او راح تكون قريبه لبعض الاعمال. هلا حقيقه هو اتجاهي الاساسي هو الكتابه اكثر، يعني انجزت ب 22 العديد من المقالات اللي تخص الموسيقى وايضا تخص التراث السوري، عملت كثير شيء له علاقه بالامثله والحكم والحكم الشعبيه للالوان السوريه بشكل عام، وكتبت كثير عن حفلات موسيقيه واعمال موسيقيه، حتى عملت اكثر من مقاله عن الموسيقى الكلاسيكيه العالميه. كان من الضروره انه هاي المسائل انه الشيء اللي بحبه انا اولا واخيرا الكتابه. يعني عمليا الحفلات اللي عم بعملها او النشاطات اللي عم بقوم فيها بالمحافظات او حتى في دمشق هو له علاقه بهذا الاتجاه العملي بجانب ما عمله هي بتعمل لك انعاش عمله يعني هي بتعمل لك كل النشاطات الفنيه عمله نظريا يعني صحيح. هو بهذا الاتجاه له علاقه بالكتابه فحقيقه يعني راح نستمر في مهرجان قوس قزح سوريا في منتصف العام وايضا بمهرجان اله البزق اللي نحن صار رقمه قد ايه؟ 12 نعم ان شاء الله هيك ايضا هناك مهرجان الاغنيه التراثيه السوريه الثاني اللي اسويته العام الماضي مع مديريه مسارح والموسيقى. في شيء جديد بمهرجان الاغنيه التراثيه راح يكون؟ هلا طالما في تراث سوري يعني حكينا سابقا كان دائما في جديد بما يتعلق بالاغاني التراثيه القديمه يعني تم اكتشافها. طالما في جديد طالما هو تراث فاكيد له علاقه اكيد بالاغاني التراثيه، ولكن صحيح راح يكون في اعمال جديده ووجوه جديده واشخاص جدد اللي بيهتمون بالتراث واللي بيأدون هذا النوع من الغناء. فطالما نحن ببلد له هذا الغنى الثقافي صحيح العظيم فدائما راح يكون في جديد. ما راح يعني انت ما بتفحص لا مهرجان نعم تمام لا مهرجان ولا اثنين ولا ثلاثه راح نقدر يعني نخلص هذا التراث. فهو محاوله عمليا لارشفه وتوثيق هذا التراث، فيني اعتبره يعني مساهمه في توثيق ثقافة هذا البلد اللي عم يمتلك هذا التراث الغني والجميل. خلينا هيك نحكي مع حضرتك بموضوع عن الأغنية التراثية، كثير بنشوف في بعض الفنانين بيعملوا محاولات ليجددوا هي الأغنية، ولكن المضمون الدائم اللي بتقدموه أو بتشرف عليه حضرتك بيكون مختلف عن الأغنية التراثية. خلينا نحكي عن هي نقطة الاختلاف وعم تشوف هي المحاولات هي عن جد عم تنصف الأغنية أم يعني بعض بيقولوا لك في ناس بتحب في ناس بتقول لك لا هي عم تكون محاولات للاسف تشويه. هلا انا كثير كتبت عن هذا الموضوع حقيقه من بعض المقالات واعطيت كثير تصريحات لكثير من الصحف العربيه وكتبت كثير مقالات عن هذا الموضوع صحيح. حتى بحواراتي على التلفزيون حكيت فيها كثير. انا عمليا ضد كل شيء اسمه تغيير اللحن الاساسي في التراث يعني انا بعتبره جريمه بحق الثقافه. انا باعتقادي اللي بده يجرب اللي بيقول لك انا بس عملت غيرت التوزيع ما غيرت اللحن. هلا اللحن اكيد يعني هلا التوزيع انا مع يعني هو التجديد بالتراث ممكن يكون مع التوزيع الموسيقي صحيح مع يعني يكون في جمع اكثر للالات الموسيقيه، ولكن انه يحافظ على اللحن كما هو والكلمات كما هي. فمن الضروري جدا في كثير من الاشخاص طلعوا مؤخرا سواء بدمشق يعني انا مثلا كان عندي علاقه وثيقه مع ذياب مشهور المطرب
السوري المعروف اللي قدمت كثير من التراث الفراتي. صحيح. في بعض الفرق الشبابية قدمت أغاني انظلمت. حكى لي هو شخصيا أنه هذول شوهوا الأغنية تبعي. هو كان الهدف، بتلاقي هن الهدف يعني استثمار شهرة هاي الأغنية. خليني بس كمل. وأيضا أنا علاقتي جيدة جدا مع الأستاذ خضور اللي من ساحل السوري، ايضا قدموا عادل خضور. عادل خضور طبعا. صحيح. علاقتي وانا جبته وكرمته اكثر من باكثر من حفله بدمشق. كمان في بعض الفرق الشبابيه قدمته، ولكن تماما فكمان قال انه هن اجرموا بحق اغنيتي شوهوها. فهذا التشويه انا بعتبره جريمه. التجديد بالتراث او التطوير بالتراث هو تقديمه بشكل لاغ، توزيعه بشكل لاغ، وإضافة بعض الآلات إلى هذا اللحن الأساسي. صحيح. ممكن يكون هذا هو التطوير. نحن عم نشوف، أنا عم أقول لك، نحن عم نشوف يمكن استثمار شهرة هي الغنية. يعني نحن بنشوف بعض الشباب اليوم، في ناس مع في ناس ضد، بس بيستغلوا شهرة هي الغنية وبيطرحوها بطريقة مختلفة. في حنية باللحن القديم تكون هي اجمل. مثل لما حكينا مع عادل خضور، لما في الاغاني القديمه اللي هي بتلامس الروح، كل المطربين اللي بيحكوا عن التراث وبيتغنوا فيه، اليوم عم نشوف تجديد برتم شبابي. نحن الشباب ما كثير عم نقبله. يعني صار مؤخرا باغنيه شهيره جدا عند الاكرات اشتغلها. صحيح. للاسف اصاله نصري. صحيح. كان في فرق شاسع بين الاغنيه الاساسيه. كان في، انا بس قصدر قدمتها بدار الاوبرا. صحيح. هاي الاغنيه بشكلها الاساسي مع فرقه اشتي. فمن الضروري جدا انه هذا اللحن الاساسي موجود، او هاي الكلمه الاساسيه موجوده، خلينا نحتفظ فيها، نحط مثل ما هي ونجرب بما فوق هو جديد، او نجرب. طب مو لازم يكون في تجاربنا نحن يمنع. يعني صار في من المفروض. إيه؟ يعني هلا نحن وصلنا لنقطه محك. صار مين ما كان في يمسك غنيه تراثيه وبينسبها. يعني في خلاف من 10 سنين كان على غنيه سوريه تراثيه، هل هي اردنيه او تراثيه، هي معروفه من يعني بالفراتيه. هون ما لازم يكون في قانون يمنع لما يكون في حقوق. نحن بنعرف انه في حقوق محفوظه، بس انه لا، في لا، في الحقيقه في شغلات كثير تشبه، واحيانا يعني لدرجه يعني التوحد نحن بيننا وبين لبنان. صحيح. تشابه كبير في بلاد الشام. بلاد الشام. صحيح. صحيح. ففي شيء شبه ما بين، وخاصه الاغنيه الجبليه كثير. صحيح. في كثير شبه، في تشابه مع فارق صغير، او فينا الحفاظ على النوعيه. مش الروح. من المفروض يكون في لجان، يعني ما يتم تشويه الغنيه بس. من المفروض يكون في لجان، من المفروض يكون يعني انا دائما عم بحكيها، انه يكون في لجان مختصه في هذا المجال. في حدا مختص في مجال التراث اولا، وايضا مختص في مجال الموسيقى والتنويط. المفروض يروحوا لابعد قريه بسوريا حتى يقدروا يجمعوا، مثل ما عمل كثير تجارب عالميه. مثلا بيلا بارتوك اشتغل بهذه الطريقه، كوميداس اشتغل بهذه الطريقه، ذهبوا الى ابعد قرى في بلدانهم حتى يقدروا ياخذوا الشيء الاساسي من شفاه الكبار السن، من باصوات يعني اشخاص مسنين، فاخذوا البنيه الاساسيه للاغنيه. نحن لحد الان للاسف الشديد يعني هي في محاولات حقيقه من وزاره الثقافه لاكثر من مره، حاولت انه تشكل لجان للنذر. يبدو كان الحرب هو السبب، ونحن بنعرف انه فترة الماضي كانت صعبه على البلد. اعتقد ايام الجايه راح يصير انه في لجان جاهزه، في لجان جاهزه بوزاره الثقافه انها تشتغل على هذا الاساس. وتاكيدا لحكيك، للاسف بنلاقي الاغاني يلي عم يتم اعاده توزيعها هي عم تكون منتشره اكثر بين الناس. يعني المحتوى يلي عم تقدمه حضرتك وكثير من الشخصيات مثلك عم يتقدم بالاماكن المختصه، يعني بدار الاوبرا، بالمسارح الثقافيه، وللاسف يمكن ما كثير بيكون عليها هذا الاقبال مثل لما الواحد يسمع على الموبايل او على اليوتيوب. تمام. فاليوم برايك شو الخطوات اللي لازم تنعمل جديا لحتى ايصال الاغنيه التراثيه الصحيحه لكل الناس، لكل المستمعين؟ الموسيقى النظيفه، خلينا نحكي الموسيقى الجاده، سواء كانت تراثيه او حتى جديده. تمام. او يعني شو ما كانت، المهم تكون في شيء اسمه جاد. هلا الحقيقه انه اول شيء لازم نرجع شيء اسمه الهويه الموسيقيه السوريه. يعني هلا ما عاد في شيء اسمه هويه الغنائيه السوريه، يعني ضاعت تماما. ما عاد في شيء عندنا اسمه يعني انتاج وشركات انتاج
تهتم بالاغنيه السوريه، حتى مهرجان الاغنيه السوريه تماما لو يعود. حتى مهرجان هلا مهرجان الاغنيه السوريه التراثيه هو كان محاوله لاعاده هذا المهرجان. الاغنيه السوريه نحن عم نحكي عن مهرجان الاغنيه السوريه القديم الذي كان يقام تماما سنويا تماما. وتوقف بسبب الحرب اللي كانت تقوم باكثر من منطقه بحلب وبلاديه، فكان من ضروري هاي المهرجان ترجع لترجع شيء اسمه مثلا كبار المغنين خرجوا من هذا المهرجان. الراحله ميادة بسيليس سمير كويفا كلهم كثير تعرفنا عليهم اشخاص. من الضروري انه يصير عندنا هيك مهرجانات. واحد زائد مساله انه التراث وتقديمه ونشره هلا مثل ما قلت ما اقدمه هو محاوله اني ساهم انه ب ب ب ب بانجاز هذا العمل بطريقه لائقه وايضا بتوثيقه سواء بالتلفزيون او حتى على المسرح خلال تسجيلات من خلال دار الاوبرا. مؤخرا دار الاوبرا عملت خطوه نحو هذا الاتجاه نحو نشر الموسيقى الجاده او ما يقدم في دار الاوبرا، هو يعني عملوا شيء اسمه بث مباشر من خلال موقع باخراج جميل وبتصوير عالي الدقه وباخراج احترافي حقيقه. عم يحاولوا انه الحفلات المميزه انه يقدموها بشكل مباشر على موقع دار الاوبرا. كان في تجربه بالتلاقي جميله جدا بانه اغلب الحفلات كانوا يقدموها بمباشر من دار الاوبرا او حتى الحفلات الجاده في المسارح السوريه. من المفروض يكون في اهتمام قناة الدراما أكثر تنقل بعضها تماما صحيح. اهتمام اكثر يمكن بهذا كمان المجال. النشاط لازم نتيجة لازم يكون حتى مو بس الاعلام، الاعلان حقيقه كمان ضروري. وسائل التواصل الاجتماعي انا كان بدي اقولها نتيجه الظروف قطع الكهرباء كثير اشخاص ما بيقدروا يحضروا فيمكن صار اكثر فعاليه مثل ما عملت دار الاوبرا هو وسائل التواصل الاجتماعي. تماما لازم يكون في شيء اسمه اعلام طرقي والكثير من الاشياء حتى نقدر صحيح. ننشر اكثر بهذا هاي الموسيقى الجميله. وقتنا خلص وكنا مستمتعين جدا بالحديث معك استاذ ادريس مراد، ومرقنا هيك سريعا على اهم محطات الاغنيه السوريه. بنتمنى انه يكون في لجنه للحفاظ على الاغنيه التراثيه، هي كمان تقع على عاتق وزاره الثقافه. بنتمنى اعاده مهرجان الأغنية السورية اللي كنا نحن وكلنا صغار ننطره لنشوف نعم. أهم النجوم اللي طلعت منه، لأنه هي مسؤولية واجب علينا وأنت عراب مهم بهذا نعم. الخصوص. نتمنى لك التوفيق والنجاح الدائم. شكرا جزيلا لتعاونكم الدائم حقيقة. شكرا كثير لك ولكل الإضاءات اللي قدمت لنا يا أهلا اليوم. أهلا وسهلا فيك.